طحن العشق واتباهى غيم جروحي وانت اسماها عم يوما بارك دلاها واصرخ حيدر حيدر واصرخ حيدر حيدر عفك ينرسم بعيوني يحدي لك فرات جنوني قبرك لو ضيعت يلقوني واصرخ حيدر حيدر واصرخ حيدر. مرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين، السلام على خدمة الإمام الحسين. عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامج خدمة وكرم أن نلتقي بخدمة الإمام الحسين عليه السلام. في كل سنة نرى المواكب تزداد، هذه السنة لا يوجد شارع أو رصيف أو منطقة تخلو من المواكب تبحث عن مكان لوضع السرادق. اليوم احنا في احد المضايف المنتشرة في مدينة الناصرية وهي موكب، وهو موكب سيد الماء. هذا الموكب نراه كخلية نحل خدمت الإمام الحسين عليه السلام فيه من الصباح إلى المساء، ويستمرون حتى الصباح إلى ثاني يوم. اليوم قعدنا وياهم، لا توجد فترة استراحة، ولكن استقطعنا من وقتهم قليل حتى نسولف وياهم عن خدمتهم الحسينية، عن هالنعمة هذه. ونبدأ ويا سيد مرتضى، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر، قواكم الله على هالتعب هذا، ولو وماكو تعب وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. سؤال فينا على نعمتك هاي والخدمة في هذا الموكب، موكب سيد الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. موكب أو خيمة سيد الماء، هذا الموكب تأسس بعام 2020-2021 بجهود ذاتية من شباب حسينيين. هذا الموكب بداية أنه خيمة صغيرة، من خلال تبرعات ما بين الأخوة اللي موجودين داخل هاي الخيمة توسع الموكب بخدمة حسينية مستمرة. يستمر هذه الخدمة خلال 10 أيام، 10 محرم الحرام، ويكون طبخ توزيع ولو شيء بسيط لتقديم ما بوسعنا ولو لقليل ما قدمه الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس سلام الله عليه. أنتم صحيح هسه في مدينة الناصرية، لكن أشوفكم تتنقلون من مكان، يعني العزاء أن تقيموا مركزي وبعدين ترجعون للمواكب مالكم للخدمة، مستمرين كل هذا الخيم اللي أو المواكب اللي تنصب هنا على الشوارع العامة. هي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. يكون الشباب اللي موجودين داخل الخيمة يتواجدون بأحد العزاءات، يعني متوزعين على العزاءات اللي موجودة داخل الناصرية، مجالس اللطم لذكر الإمام الحسين سلام الله عليه. هاي الخيمة وبعض الخيم اللي وياها من الأخوة اللي موجودين العام عدوا أعداد كبير لعزاء الناصرية الكبير، وهاي السنة إن شاء الله جاهزين على هذا العزاء اللي هو يمثل محافظة ذقار عامة ويمثل العراق لنقل صورة المدينة الحسينية سلام الله عليه الإمام الحسين. موفقين إن شاء الله. جميل إن شاء الله. إحنا مستمرين ونسولف بهالقعدة هاي وبهالأمسية ويا خدام الإمام الحسين. طبعاً هناك ذكريات أستاذ عباس، يعني ذكرياتك وبدايتك من الطفولة، شلون ويا الخدمة الحسينية وين بديت بيها؟ هسه احنا اكو نعمة، الاطفال قاموا يسوون مواكب بباب البيوت، يعني انا اطلع من بيتنا جيراننا مخلين 100 اطفال صغار، انا طالع من البيت الا يطوني ماي او عصير يطوني، يعني وانا طالع من البيت وجارهم، فنعمة من الله سبحانه وتعالى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين.
عظم الله أجرنا وأجوركم بهذا المصاب الجليل إلا وهو باستشهاد سيد الشهداء أبي الأحرار. إن فكرة الإمام الحسين هي فكرة عظيمة تستنير وتقضي بها جميع الأجيال السابقة والحالية، سواء كانوا كبار أم صغار. علينا أن نقتدي بثورة الإمام الحسين بشكل جوهري ولا ظاهري، لأن الاقتداء بشكل ظاهري سيبين ويزول بأول اختبار حقيقي، كما قال سيد الشهداء أبي الأحرار: الناس عبيد الدنيا والدين لعق في ألسنتهم، يديرون حسب ما دلت معايشهم، فإذا حل البلاء قل الديانون. اليوم فكرة الإمام الحسين هي فكرة عظيمة تبين طريق الحق، طريق الهداية لجميع شرائح المجتمع، سواء كان رجال، كبار، صغار، نساء. هذا الموكب كونه يعني ثلة من الشباب الحسينيين، يعني بدأ بشيء صغير والحمد لله تطور. فهذا الموكب مدة 10 أيام يقدمون يجودون الموجود لعدهم يعني. وهذا موكب سيد الماء يعتبر يعني من أهم المواكب اللي بالناصرية، كون هذا الموكب بيوم العاشر تطلق منه مسيرة عظيمة، مسيرة عزاء الموحد. يعني تنجمع بعد مواكب، تنجمع هو هنا التجمع الوحيد يعني. نعم. إيه تنجمع جميع مواكب ذي قار أو الناصرية بالذات. نعم. تنطلق يعني عزاء موحد مسيرة يعني يتمثل محافظة ناصرية. قبل كان العزاء كل موكب بوحدة. نعم نعم. اتفقتوا العام الماضي. العام الماضي وحدنا جا سيد. نعم. فاقد، والسنة هم سيد فاقد إن شاء الله موجود. نعم. وانطلق العام مسيرة كانت ضخمة جدا، وإن شاء الله السنة تكون أكبر بعد جهود الخيرين، ويستمر هذا الموكب يعني مدة 10 أيام الخدمة، وراها يتحول غير مكان. نعم. الخدمة زوار عبد الله هم 40 موظفين إن شاء الله. ربي يحفظك، ربي يحفظك، عظم الله لك أجرك. أجرنا وأجرك. أحبة المشاهدين، واصل قصير ثم نتواصل لتكملة هذا اللقاء مع موكب سيد المحمد. ينرسم بعيوني يحدي لك فرات جنوني، قبرك لو ضيعت يلقوني واصرخ واصرخ. رجع الخادم الإمام الحسين عليه السلام غانم الزهيري. غانم الزهيري، أكو سفرة تمتد يعني، حتى أنا شفنا تقاس بالكيلوات أو سولفنا على السفرة ماله والكرم، وحتى موكبك أو المواكب الشايفة. الله سبحانه ما تعرف يعني، إحنا نحاول سنوياً أن نعكس صورة الكرم، الكرم الحسيني. نعم. ولا هو كرم الحسيني ما حد يجازي، أنا هو يعني أكرم بنفسه تعرف. نعم. الكرم بالنفس أقصى غاية البجود. فنتد يعني سنوياً تبتد سفرة، فالأول عام مدينا سفرة من سوق الشيوخ للناصرية 15 كيلومتر، كانت سفرة موحدة. عكسنا صورة للخليج للزوار أن شوفوا هاي مدينة ناصرية، مدينة الكرم، مدينة الحسين الحقيقية، مدينة التضحيات. فنعكس هي دائما حتى دول باقية تستغرب يعني على امتداد السفرة على طول الطريق، دائما يسائلون يقولون هاي الأموال منين، هاي يابا من خدمة الإمام الحسين، قالوا منين يجيبون. هذا سر الله أستاذ، سر إلهي. يعني كرم. سر إلهي ثبت بالواقع أمامنا، هو جاي ثابت أمام الله سبحانه وتعالى. لكن احنا شفناه يعني في جائحة كورونا. صح. جائحة كورونا كل الأبواب انغلقت، لكن باب واحد بقى مفتوح، هو باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، ودخله وركضة طويريج. ما عليه علم كان ماكو لا عمره ولا شسمه، بيت الله مسدود، لكن باب الإمام الحسين. إذن علاقة الإنسان هذا علاقته ويا الله سبحانه وتعالى. هو إحنا نشوف يعني إيش قد استمروا ويريدون يوقفون هالمسيرة، ما وقفت يعني تزايد. إحنا سب الناصرية يعني أنتم، أنا مستغرب يعني ماكو حتى الأرصفة ترسب. العام هي مواكب هواية، بس السنة منين جت هاي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إذن هي هاي مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خدمة الإمام الحسين والتوفيق لكم، وأن نستمر بهاي المسيرة. رب يحفظكم. ألف شكر. موكب يتحدث، تحدثنا عن خدمتك الحسينية. محمد معيوف، يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
احنا موكب سيد الماء، تأسس الموكب 2022، عدنا يومية وجبة افطار صباحية للمعزين والخدم كلها، ومستمرين ان شاء الله العشاء الاولى والعشاء الثانية، وان شاء الله عدنا اليوم العاشر عزاء العاشر الكبير كل اهالي الناصرية تواجد به، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن اهل البيت. انتم موكبكم افطار صباحي؟ افطار صباح نعم. زين يمتى تروحون لاهلكم؟ نروح تقريبا هيك الساعة 8 صباحا. اي هناك نروح نرتاح ننام. يعني هذا الليل كله هنا؟ كله هنا، نروح تالي نرجع تقريبا الساعة 9 بالليل، ننام نكمل شغلنا نسوق هاي، تالي نروح المجلس العزاء عندنا، نكمل مجلسنا تقريبا بالوحدة ونجي هنا بعد نصفط غراضنا، يعني نسوق الخبز لنا بعد العاميات ذي مالتنا، نسوق الخبز الصمون نكمل غراضنا. زين شو تلاحظ انت ينقص شيء؟ الله شاهد. هسه احنا كل ما يوم عن يوم قاعد نزيد بشغله، امس سوينا نقول افطار باكر 5 روس، والله قبلها سوينا 11، وسوينا كبده هيك وسوينا كباب شوي هيك، قاعد يوم يوم عن يزود، وتبقى هسه عندنا مواد احنا الحمد لله قاعد كاثر، مو بس احنا موكبنا، المواكب الناصيه كلها الحمد لله. بركات الامام. بركات الامام الحسين وخيره هذا. والله ما قاعد احنا هذا قاعد يزيد الخير اصلا، ما قاعد ينقص. خيره بنعمته. رب العالمين. هو هذا هسه يعني اي ميزانيه دول العالم كلها، يعني مو بس بالعراق، اي ميزانيه الدوله ما تسيطر، يعني من جنوب العراق الى كربلاء ومن شمال العراق ومن كل الجهات باتجاه كربلاء، تشوف السفره ممدوده، بعد شايفين انتم كل سنه هاي السفره على طول الطريق، يعني مطعم او فندق على طول الطريق. اي ميزانيه بدوله تقدر تسيطر على هاي المواد الغذائيه؟ ماكو ماكو. لكن هو هاي بركات الامام الحسين. احنا ورا العشره سيد مرتضى، ورا العشره نبدي نتهيئ الى زياره الاربعين. سولفنا انتم شلون تتهيئون، يعني من خلصتوا العشره بعد اكو شغل اكبر. المواكب الخدميه تستمر تقريبا الى يوم الدفنه. نعم. دفنه الامام الحسين سلام الله عليه. نعم. بعدها خلي يعني اكو قد وقت راحه يوم يومين. نعم. تبدي المواكب الخدميه اللي بعشره محرم. نعم. تنتقل الى طريق الامام الحسين سلام الله عليه، طريق المشايه. يبدي اللي عنده خيمه ينصبها، يحضر اغراضه. بعدها تستمر هاي الخدمة بزيارة الأربعين سلام الله عليه. بعض من الشباب، كثير من الإخوان اللي موجودين بالخدمة، ينطلقون من البصرة. نعم. يعني مسير من رأس البيشة اللي هي أبعد نقطة على العراق لحرم الإمام الحسين سلام الله عليه. من يوصلون للناصرية، هذول الشباب اللي هم مشاية من البصرة، يوصل الناصرية يوصل لأهله يرتاح، يستمر بالخدمة اللي هي خدمة المشايا للناس اللي تطلع من البصرة وتجي حتى من باقي الدول، الإيرانيين وغيرهم. نعم. زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. بعدها أنه يوم 10 صفر، تعرف حضرتك أنه المواكب الخدمية تبدي تعزي المواكب، هي ينتقل الموكب هذا الموكب وبعض الأخوة المواكب الأخرى. عندنا مواكب خدمية بكربلاء، أكو من يعني أكو مواكب يعني الإخوان الشباب اللي زوار أكون بهم مشاية زيارة الإمام الحسين. هي أغلب المواكب هسه عندنا بالناصرية نشوفها، يعني مثلا المشاية مثل ما يقولون تكف الرجل من الناصرية، يشيل موكبه ينقل غراضه، ينقله مثلا للسايح، من السايح ينقله لغير مكان، بعدين يروح الكربلة، حتى بكربلة يخدم. كل ما الخدمة بالمحافظة يعني بمحافظة ذيقار، خلينا نقول آخر حدود. نعم. اللي إحنا حدودنا البطحة مع مركز المحافظة الناصرية. نعم. حدودنا البطحة، ينتقل مواكب تنتقل البطحة، حتى مواكب تنتقل للسماء. وأنت جاي تشوف هسه كلكم إن شاء الله زوار الإمام الحسين، والله يكتب لكم زيارة السنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. مواكب أهالي الناصرية بكل المحافظات، الناصرية تلقاها بالسماء، تلقاها بالديوانية، تلقى بالحلة، وإلى كربلاء المقدسة تلقى مواكبنا هناك هم للخدمة. هاي خلينا نقول الحالة الإيجابية لخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. هاي سابقا يعني كل اللي موجودين هم أخواننا، هم من عوائل حسينية. زين احنا دائما نأكد بالحلقات، حلقات برنامج خدمة وكرم،
أن نذكر اللي ناس خلوا تستمر المسيرة الحسينية. يعني بأيام المنع كانوا الطبخ ممنوع وإقامة المجالس ممنوعة، فكانوا داخل بيوتهم يجيبون خدمة الإمام الحسين، يتحملون الأمن، مراقبة الأمن، ويتحمل وينسجن، أكو بيهم ينسجنون. فذكرياتك عن الناس اللي كانوا مراقبين يعني، ويخرقون كل شيء ويجيبون خدمة الإمام الحسين لإقامة الشعار. أنا أسكن أحد المناطق الشعبية الحسينية اللي مدينة الصدر. نعم. سابقاً كانت أكو مجالس للإمام الحسين، مجلس بيت حجي خشان الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. يعني أنا أتذكر سابقاً، أنا يعني مو شاب كبير كلش، بس نتذكر إنه المجالس تبدي مرات تتأخر، ما تبدي من يوم محرم. نسأل يابا إنه ليش اليوم، خلينا نقول القارئ، ليش ما أجي؟ قال موافقات ما جاية مال الأمن، أكو مضايقات. أتذكر مرة من المرات يعني بيوم السابع أجوا وخذوا الخطيب. نعم. أجوا وقتها الأمن، أجوا وخذوا الخطيب. إيه بعد كل مجلس يأخذون الخطيب. الخطيب للأمن ما نعرفه، إنه إحنا كنا بحالة إرباك، فكانت الناس مثل ما تفضلت إنه بالاستقبال بيوتهم، يغلق الاستقبال ويلطم حتى بدون سماعة. هو بسبب الحكم السابق، النظام السابق لعنة الله عليهم، هم كانوا يعني يحاربون قضية الإمام الحسين، بس استمرت قضية الإمام الحسين بالتضحيات. وهو إحنا هذه التضحيات هي تعلمناها من الإمام الحسين سلام الله عليه. لو ما دم الإمام الحسين لم يستمر الإسلام والقضية الحسينية والدين على شكلته طبيعا. فالإمام الحسين سلام الله عليه هو من ثبت المذهب والدين، واستمر هذا الناس بالخدمة الحسينية والقضية الحسينية، حتى لو كانت الخدمة 1% من فضل الإمام الحسين على شيعته. تستمر إن شاء الله. يا ما صار، ماكو ما توقفت مسيرة الحسينية مستمرة إن شاء الله. إحنا القاعدة وياكم حلوة، بس أنتم مثل ما تفضل خادم الإمام الحسين هم تهيئون للريوق، وإحنا الوقت يعني قريب بعد على صلاة الفجر، والحمد لله أنتم قاعدين وبنشاطكم وتريدون تستمرون. لكن وقت البرنامج، احنا هذا الوقت احبتي مشاهدي قناة الامام الحسين الفضائية، وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج خدمة وكرم لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى خدمة الامام الحسين في موكب سيد الماء. شكرا لكم، وعظم الله لكم الاجر، عظم الله أجوركم وقواكم الله على التعب، رب يحفظكم ولو ماكو تعب. وأنتم أحبتي المشاهدين، شكرا لكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج خدمة وكرم، في أمان الله. حظك ينرسم بعيوني يحدي لك فرص.